تحياتي للجميع عودة مجددة لموضوع الأميرة سلمى المقتولة والمغتالة بالقصر بين الرباط. علاش غادي نثير هذا الموضوع ثانية؟ لأنني بغيت نفيق المخزن شي شوية من الجحور ديالو باش عاوتاني يعطينا شي مبررات أخرى ويجبد لينا سيدي شي كذبة أخرى، شي صورة ديال جود تي في ولا ديال مراكش تي في. كيف ما عرفتوا ان نوضت عليهم السعره في واحد الفيديو على الاميره سلمى المقتوله. تحياتي للجميع، كيبان لي هنا ما كيشوف حتى شي واحد اللي كنشوف الكومنت. تحيه لكل من التحق. جميل. ان المهم دابا راه كيبان لي بلي راني لايف. قلنا الموضوع على سلمى، الكذوب اللي دايرين على سلمى انها بنت في نيويورك، وانها مؤخرا قالوا بانها بنت في نيويورك. كنعرف ان المغاربه عندهم عقول بسيطه، يعني ما كتقلبش على التعقيد. المغاربه شعب كيقلب على الامور اللي هي واضحه، الامور اللي هي سهله، عطيه القمه لفمو هو كياخذها. يعني تحليل الخبر منين جاي ما كيعرفش كاع الامور هذه. فاش بحثت في الخبر ديال الصوره ديال نيويورك اللي حطها جود تي في، قالوا باللي جود تي في جاها من عند شي واحد، شي معجب متابع ديال جود تي في من نيويورك، صيفط الصوره من نيويورك. لعبات. يعني الاميره سلمى ومولاهم الحسن وللاتهم خديجه هادو كاملين في نيويورك، وما بان منها يعني الا صوره واحده من عند متابع ديال جود تي في. وهاد جود تي في هي كذلك هي التي اتت بالصوره ديال المعهد ديال الاونكولوجيا اللي كاين في بني ملال. القضيه ديال المعهد ديال الاونكولوجيا ديال بني ملال، درت واحد، بغيت نتقص على هذا الامر ديال بني ملال، ودرت واحد المنشور في الفيسبوك. الاصدقاء اللي راهم هنايا بغيت نتقص، درت لواحد المنشور ودعيت الناس ديال بني ملال يتواصلوا معايا على الخاص. الناس اللي كيسكنوا بني ملال تواصلوا معايا العشرات من الناس ديال بني ملال، وقالوا لي بلي انا ما كنتش يعني كنسول على الظهور ديال سلمى تما في بني ملال، في الصوره اللي داروها في المعهد ديال الاونكولوجي اللي خرجتها جود، يعني جود تي في هي اللي خرجتها، اللي هي جريده ديال القصر، ماشي جريده ديال القصر، خدامه ديال القصر، يعني ناس كيشتغلوا. واش ملي كتلقى عندنا الصحفي في المغرب كيخدم 3000 درهم و2500 درهم، هذا صحفي؟ هذا كيعطيه كاجير، كيخدم الصحفي عندنا ب 3000 درهم 2500 3500 درهم. سير خدم صاحبي بالناي، خدم بالناي وخدم بكرامتك، حسن ما تبيع الوهم للمغاربه. كتلقى رئيس ديال جريده بحال هاد جود تي في وهادي، كتلقى كيدخل واحد 10000 درهم في الشهر. اجيو نتفرضوا له فيها صاحبي، ومشي غير يهنينا صاحبي ويهنيونا من هاد الصداع ديالكم، من هاد التنقاص ديالكم وهاد التحنقيص ديالكم في هاد الاعلام الالكتروني. المهم قلت انني فاش تقصت على القضيه ديال كلشي نعس، انا تعمدت اننا نديرو ب 12 ديال الليل عندي هنا في الميريكا، اللي هي زعما 5 الصباح ديال المغرب، باش داك الذباب الالكتروني ما يجيش يبرز الضيف مخي، فهمتي؟ ما يجيش خلي حتى يشوف الفيديو من بعد، لانهم كنلقاهم في النهار كنلقاهم واجدين، غير كنحط شي فيديو كيريبورتيوه سور لو شون. ديك الساعات اون ذا فلاي كيتريبورتا، كيجيني من عند الميساج من عند اليوتيوب. كنسميهم العساسه ديال الكاريطه، الذباب ديال الكاريطه، الدبان ديال الكاريطه، المرود ديال الكاريطه. جالس مع راسو حاط مسابسكرايبين في الشانل، وما اكثرهم عندهم واحد الاساليب باش ياثروا حتى على الراي اللي كاين هنايا ديال المتابعين هنايا، بدوك الكومنتس ديالهم، بداك كتعرفوا داك الطريقه باش كيبغيو يجيو يغيروا الراي الاخر، ويغيروا الراي ديال المتابعين، كيجيو بديك الطرق ديالهم، دبان الخانز، دبان الجيعان. المهم قلنا الجثه ديال دابا خصنا نعرفوا الجثه فين هي، لان الامور توضحت ان السيده تقتلات. دابا غنوليو نوضوا عليهم السعره، كنتمنوا انكم
تساهموا معنا باش نوضوا المخزن يخدم شويه، يخدم الجرائد الالكترونيه ديالو، يعطيهم يبدا يدفع عليهم هذا 10000 درهم هذا 20000 درهم باش يكتبوا عاوتاني، ويعطيهم شي تصويره قديمه كيجبدوهم داك الارشيف معايا ملي قتلوها راه احتفظوا لها بداك الشيء ديال هذوك الصور ديالها. هو انا متاكد ديك الصوره اللي ديال المعهد ديال الاونكولوجي اللي هذيك كانت في التليفون ديالها، هذيك الصوره ديالها عطات لشي واحد يصورها، اذا ديك الصوره بالضبط ما كايناش عند شي حد اخر، داكشي باش جبدوها وعطاوها لجود تي في. المخزن وشكون يعني اللي غادي يكون كيشرف على هذه العمليه؟ هذه غادي تكون هي سيدتهم واميرتهم لالهم حسناء القاتله، طبيعه الحال القاتله. كيقول لك المقدسات والمقدسات، وحنا حاكمين مجرمين قتله يتسترون على قاتل. وكيقول لك المقدسات، ها القناوي مشى للحبس والقريه كيقلبوا عليه، مول الحانوت سداوه، مول الكاسكيطا هو مشى وكيقلبوا غير على ما يديه، علاش؟ بتهمه المقدسات. وكان زعما هذه العائله الحقيره، هذه العائله اللي كتحكم المغرب، هي عائلة محمد السادس أو العائلة العلوية، تريكة القلاوي، تجار العبيد اللي ما كيعرفش التاريخ ديالهم يرجع لسنوات مضت، ماشي بزاف، هذا ماشي 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 شي تاريخ اللي هو بعيد بزاف اللي عاد غادي نبحثوا فيه. هذا شو كتبوا فيه النقازة، كتبوا على التاريخ ديال هاد العلويين هادو منين جايين، مجرد هما براسهم يعني قرابز ديال العبيد، تا هما عبيد، لان التجار ديال العبيد اغلبهم كانوا كيكونوا كيخرجوا من ديك الطينه ديال العبيد، المقدرين فيهم والمجدرين فيهم هما اللي كيوليو كيتاجروا في العبيد. هذا هو الواقع ديالنا، واقع المغاربه هو هذا. كيقولوا لك القداسه والدفاع على المقدسات اللي هما الدوله هذه، يعني بالرعايه ديال هاد الاسره الحكيمه ديال القلاوه، برعايتهم كتتم الجرائم، برعايتهم كاين الفساد، التهرب الضريبي، الاختلاسات ديال الاموال العموميه، جميع انواع الفساد اللي كاينه في المغرب كاينه بالرعايه ديال هاد الناس. هي مجرد ريع، وملي كنهضروا على الريع شنو هو الريع؟ الريع هو امتيازات كتعطيها السلطة، كتعطيها لبعض الناس اللي هما كيديروا الأمور باش يسكتوا. كاين الريع السياسي، الريع الفني، الريع الثقافي، الريع الحزبي، الريع ديال الصحافة، بحال هاد جود تي في، هادو كيعيش كيقتاتوا على الريع حتى هما، كيعطيهم شي إشهارات، لأن كنعرفوا أن المجيدي هو المسيطر، هو المسيطر على القطاع ديال الإشهارات في المغرب. اللي ما كيعرفش هادشي يمشي يبحث فيه. المجيدي هو المسيطر على القطاع ديال الاشهارات المغرب، اي جريده الكترونيه الا بغى يمسحها يمسحها، وباش يمسحها كيمسحها بالمضايقات، فهمتيني؟ كيمسحها بالمضايقات غير بهذا الشكل هذا، انك ما تاكلش الخبز في المغرب، لانه هو اللي كيشرف على القضيه ديال الاشهارات في المغرب. التساؤل الكبير اللي كاين في هذه القضيه ديال سلمى في المغرب، وعلاش الصحافه كامله ساكته؟ علاش ملي كتخرج الصحافه تصور ان خبر بهذه البشاعه كيخرج ان وكيتروج عند المغاربه كاملين، وفي جميع المواقع ديال التواصل الاجتماعي كيخرجوا المغاربه وكيروجوا لهذا الامر هذا، ان متابع لجريده جود تي في كيبعث صوره من نيويورك للاتهم شو سميتها سلمى مع ولدها وخديجه ولا مع التخربيق ديالهم. تتصور معايا البلاده ديال هذا الشعب هذا، تصور معايا انت الوقاحه ديال هذه الصحافه هذه اللي كتجرأ انها تخرج خبر بهذا الشكل هذا. قلت لكم القضيه ديال بني ملال خرجت من عند جود تي في، الصوره كذلك جا قال لك المصدر ديالها واحد متابع لجود تي في هو اللي صيفط الصوره من بني ملال في المعهد ديال الأونكولوجي. بينما منين اتصلت بالناس ديال بني ملال، كما قلت لكم راني درت واحد المنشور في الفيسبوك على الناس ديال بني ملال وتواصلوا معايا العشرات، قال لك هذا الشيء كله كذب، ما كانت حتى شي، كاينين الناس اللي كانوا كيسكنوا اللي يعني اللي كيسكنوا قرب لهذا يعني قريبين لهذا المركز هذا او لهذا المعهد هذا، قال لك ما شفنا حتى شي تحركات، ما كاين حتى شي علامة ديال انها جات، لانه ولو تجيب سرية ما غاديش تجيب ديك السرية، بطبيعة الحال غيجيو معاها لي غارد كور، غيجيو معاها فهمتيني يعني الجندارم راهم غادي يديروا الخدمة ديالهم،
كتعرفوا البوليس المقدمين تنقنق الناس المحيطين بالمكان غادي يعرفوا شنو قال لك ما كاين حتى شي حاجه من داكشي غير كذوبه خي طارق غير كيكذبوا على المغاربه. من بعد ما خرجت الفيديو الاول بينوها في مراكش هي الاولى هادشي كله غير على خصنا دابا عاوتاني نوليو نخدموهم شي شويه باش عاوتاني نكشفوا لهم على العوره ديالهم واحد شويه لان هادشي هادي جريمه هادي كاين اللي كيقول لك هي راه ماشي لان هي وكله من المال العام ولا هادي الحق في الحياه ما كيتساومش عليها اخي ديالي الا كان شي غبي بحال داك القرد ديال الثلج كيقول هاد الهضره هادي ودوك الكراب اللي تابعين هذوك خنيشات حلالات اللي تابعينه بالطبل والبندير والغطاء والطبل اللي كيقولها كيعاودوها عليه اللي كيقول لك مولاهم هشام والبلان بي وهاد الهضره الخاوي الهضره ديال مامي فاك مولاهم هشام وشكون داف هشام وشكون داف اي واحد من التركات العلويين لكن الحق في الحياه ما كيجيش كيتسلب من الانسان وحنايا نزيدو ونقولوا لا صافي على الاقل بعد هذه الجريمه كتثبت يعني تلطخ الايادي ديال هاد العلويين بالدماء في هذا العصر هذا جريمه كتوصل للجريمه ديال بن بركه الجريمه ديال القتل ديال الاميره سلمى كتوصل في الدرجه ديالها الدرجه ديال القتل ديال بن بركه لان معروف انها جات القتل ديالها جا متوازي في الزمن جا متوازي في الزمن مع الحراك ديال الريف والحراك ديال الريف كانت من المطالب المطلب ديالو الرئيسي اللي كان من المطالب ديالو الرئيسيه وعلى راسها هو بناء مستشفى الامراض ديال السرطان ياك هذاك اللي كيدير ليها كشنو سميتو تيرالاند مثل من ميستا لا شي مشكل كيهضر على محمد السادس قلت لكم ان الاميره سلمى هي المشرفه على هذا القطاع هذا ديال الوقايه من من, من وهي اللي عندها المؤسسه ديال الوقايه من 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 الامراض ديال السرطان متفقين على هذا الامر هذا في حين ان جهه كلها ديال الحسيمه الناظوره الجهه ديال الشمال كلها كتنادي بمستشفى مركزي في الحسيمه للعلاج من السرطان ياك ما كتجيكمش باللي كاينه شي حاجه تما وان الجدال اللي وقع في هذا الشان هذا وحتى داك الويب سايت اللي عندها ديالها تغلق من 2017 الا دخلتوا راه كاين الويب سايت راه كاين في اونلاين غتدخل لهذا الويب سايت هذا ما غتلقاك ما كاين حتى شي ابديت ما حطوا فيه والو من 2017 ملي مشات يعني باش تعرف حتى ان ما كايناش مؤسسات حتى مؤسسات ما كايناش يعني هاد العمليه اللي كانوا عاطينها الاميره سلمى ديال المركز ديال الوقايه من السرطان او الجمعيه الملكيه للوقايه من امراض السرطان ما كانش زعما شي مؤسسه اللي مديوره فعلا العمل الخير وان مؤسسه عندها جذور وعمال وواقعه يعني في ارض الواقع كانت مجرد تمثيليه ومسرحيه على راسها الاميره سلمى مشات الاميره سلمى ما بقاتش الجمعيه يعني حتى داك الويب سايت ما قدروش حتى ما يكلفوش نفسهم حتى يشوفوا شي تقني ولا شي حاجه اللي يدير الابديت ويشتغل على داكشي علاش لان غتكشف الامور لان ما يمكن لهمش يخليو شي واحد يدخل ويبدا عادي يصوب داكشي لان كتسرب الاخبار كتسرب فهمتيني لان الا جاب اي واحد يخدم له في داكشي في داك بعلم الله تلقى حتى داك مول داك السيد داك التقني اللي كان كيشرف على داك الموقع هذاك صح علم الله فين راه دابا يعلم الله فين راه هو اش فين مشى فين دارو فين ما تعرف شنو كاين ولا غادي نقول لكم يعني انا متاكد ان الناس اللي هما يعني اللي كانوا كيشتغلوا في هذا القطاع هذا ديال الوقايه من الامراض ديال السرطان اللي كانوا كيشتغلوا بطبيعه الحال غادي الا كانت هذه الجمعيه ما كانش الاميره سلمى هي هذاك الاخطبوط اللي عندها ما عرف 70000 يد اللي كانت كتشرف على كل شيء وكدير بطبيعه الحال هي كانت غير واحد الكراكيز ولا واحد الجسم واحد يعني واحد الدميه تما محطوطه فهمتيني مونيكا محطوطه تما ولكن المشرفين على القطاع راه هما كنهضروا على دكاتره وكنهضروا على اوتور هما اللي كيشتغلوا في هذا القطاع هذا
الى جانب اميرتهم سلمى. ما كاينش دابا حتى اللي يجي ويقول لك ها هما الناس اللي كانوا كيشتغلوا معها ويقول لك كلشي ساكت كلشي خايب. دوله الرعب اصاحبي راه كتعيشوا في دوله الرعب، كلشي مخلوع، ما كاينش اللي يخرج ويتكلم، ما كاينش اللي يخرج ويقول. كاينين الناس، انا متاكد باللي المئات من المغاربه اللي كانوا كيشتغلوا الى جانب سلمى عارفين شنو واقع، عارفين ان الاختفاء ديالها اختفاء قصري وما كما ولاش ظهرات نهائيا، وعارفين ان الصحافه كتكذب وكيحاولوا يدرقوا. لكن اش غادي نقول لك، الجبن ديال المغاربه، وهذا شيء فظيع، يعني شيء مهول عندنا في النفسيه ديالنا المغاربه. ما كنبغيوش نعطيو المثال، لان كنقولوا حنا كنقولوا المغاربه اللي عطى زكو له لا يفكو، ما دير يديك فغيرا ما يعضوك حنوشه، اللي دار راسو في النخاله ينقبوا الدجاج. حنا هذه ثقافتنا ثقافه الانبطاح وثقافه الهروب، ما عندناش ثقافه ديال المواجهه، ما عندناش التضحيه الى ان انسان يخرج ويضحي. بالعكس كيولي كيبان اللي كيضحي كيبان غبي وكيبان دمدومه وكيبان العايق هو اللي فهمتيني. ما كيقولوا نعرف العايق، العايق هذا العايق والدمدومه قاضي حاجه، فهمتيني. والو جرأة ما كايناش، الشعب ملغي الهويه كاع، الجرأة فاش كتجي كتجي في هاد الكارو، انا اللي شاد هاد الكارو نتايا ما كتحترمناش، كتكمي علينا. بينما عنده بالنسبه لي هاد المنافق اللي كيقول لي انت كتكمي علينا، عنده الحسن الثاني عادي كان كيشعل الكارو في وسط خطاب كيخاطب الشعب. وهاد الحسن الثاني الميزانيه ديال القصور كتخلص من الضرائب ديال الشعب، وهاد الحسن الثاني الخلاص ديالو الشهري كيجي من عند الشعب، يعني كل شيء من عند الشعب. وكيجيو كيشعل عليك كارو وكيقول لكم الاوباش وكيقول لكم وقال لكم تبنيوا المسجد الحسن الثاني سماه بسميته وحيد لكم الفلوس من عندكم، صحه الى من عند البسطاء. وكنقولوا عليه ملي كنشوفوه، نشوفوا الحسن الثاني في السجاره كيقولوا عليه حداتي، كان مثقف، كانت عنده كاريزما. علاش؟ حيت شاد الكارو. شتي على شعب كيداير متناقض، شتي على شعب ما تلقالوش الحل. كاين شعب جميل واخا هكاك، داك النبيطاح ديالو جميل بالنسبه للسواح او السياح، جميل بالنسبه للخليجيين، بالنسبه للبيدوفيلين اللي كيجيو من اسبانيا ومن فرنسا ومن ايطاليا ومن امريكا. الشعب المغربي كيبين على الضيافه ديالو، شعب مضياف. حتى والله تجي سائح والله وما عندك الفلوس ما يعقلوا عليك، حتى والله ما يعقلوا عليك بالله المغاربه. لكن الا عندك الفلوس بالنسبه للمغاربه دير الطريق في الدوره ديال ولادهم وبين رجلين بناتهم كدير الطريق. دي حقيقة، دي معروفة، هذه الحقيقة معروفة. سير لمراكش، طلع لطنجة، سير لشي بوادي عندنا في المغرب، المغاربة مع بعضهم، الراجل كيدخل على بنته وكيدخل عليها السيد وكيتخلص منه وكيجلس معاهم وكيتعشى معاهم. هادشي ما كاينش، هادشي ما تلقاه في الميريكان، يعني تلقاه في الميريكان. قالوا الامريكان يعني شعب متحضر، وكنقولوا الانحلال، وكتقتلونا في الفيسبوك وفي اليوتيوب، يعني الانحلال الاخلاقي في اوروبا والانحلال الاخلاقي في يا في الامريكان وفي اوروبا. تجيب واحد البنت يقدر يجي معها البوي فريند ديالها للدار، ولكن ماشي بالفلوس، ماشي البروستيتيوشن، ها ماشي البروستيتيوشن اخاي ديالي، ماشي القحوب، ماشي بالفلوس. كيجي صاحبها كتحبو ولا كيحبها، كيجي كيدخل للدار كتلقى با وما كيرحبوا به، الا كتحبوه كتحبوا، ما غيهربوش منها. بينما نتوما مرافقين، الا شفتو كتقولوا هذا ما عندوش غيره، هذا ديوت، هذا كذا. ولكن كاينين الناس بزاف، ما كنقولش كلشي في المغرب، ولكن كاين بزاف اللي كيمارسوا الدعاره هذه. انا كندخل معكم يعني عميقا في النفسيه ديال المغربي كيفاش دايره. شعب منبطح، يعني عنده عنفوان على شي حوايج اللي هي ما كتستحملش دير عليها شي حوايج، ولكن شي حوايج اللي خصو يدير عليها شي حاجه ما كيديرهاش.
نعطيك مثال، الا لقاو شي واحد مدرواش مع شي وحده في شي طوموبيل كيخرج الدوار ولا كيخرج الحي كامل كيوخلوا مو بالعصا ويقلبوا به الطوموبيل ويديروا فيه حاله، الا لقاو شي خنيشه ولا لقاو شي واحد شاد شي بنت كيغتصب هذاك جايبها صاحبته كيمشي ويغتصبوا ويضربوا ويقدر يوصل لحد القتل. لكن الا شافوا شي مجرم مقدر كله شامات وخطوط شاد شي سيف وشاد شي وحده من قشتها وداي هينيكها، المغاربه لا يحركون ساكنه خيلها. دوي معايا كما قال هذاك، دويو علينا واجريو علينا اخي ديالي، دويو معانا وكونوا واضحين. علاش ما تكونوش واضحين مع انفسكم؟ علاش؟ لان ما فيكمش داك، فيكم غير التعنطيز. المغاربه عايشين غير بالتعنطيز. انا هادشي علاش كامل جبدتو؟ علاش؟ لان كاينين الناس اللي هما كانوا قريبين من هاد الاميره سلمى اللي كانوا كيشتغلوا معها جنبا الى جنب، في حاله الاختفاء ديالها حتى واحد ما حرك الساكن، كلشي يرجع للور. علاش؟ كما قلت لكم عقليه انبطاح وعقليه دونيه. المهم هاد الفيديو هذا موجه للمخزن، ما موجهش للمغاربه، لان كنعرف انا المغاربه العديد منهم انهم عارفين هذا الشيء هذا، لكن غير كنقولوا للمخزن ماشي حنا رجعنا اللور باش يسحب لكم، راه حنا صدقنا الاكاذيب ديالكم ولا رجعنا حنايا اللور وكنقولوا لا راس المراه عايشه وحنا غير كذبنا من قلنا ولا ما تحريناش الصدقيه فاش قلنا راها قتلوها. نو اخاي، سلمى ماتت وشبعات موت، سلمى مشات، سلمى ما عرفناها واش دوبوها ولا قطعوها ولا ذبحوها ولا رموها في الجرده ولا رموها في البحر ولا دفنوها في الجرده القصار ولا ما تعرفش. عمليه قتل واضحه، وكانوا يحاولوا يتستروا بشي حوايج اللي هما ستوبيد، فيري ستوبيد اخي ديالي. وللاسف كتلقى المغاربه كيجيو عند شي وحده كيقولوا لي راه قال لك راه بنت في نيويورك اخي طارق فين وهضرتك. تحرى اصاحبي المعلومه، تحرى المعلومه، شكون اللي جاب لهم هذا الخبر هذا؟ ملي كتجي تقلب، حيت هما باغيين يعني يخليو المسؤوليه ديالهم حتى الصحافه المغربيه، قول لهم يهضروا عليها في التلفازه. راه كاين غير مجموعه ديال الصحافه اللي كانوا كيعرفوا دابا هاد السوشيال ميديا كتمشي اكثر دابا من التلفازه. سو جريده الكترونيه ما عندين متقيمه كاع، كيجي كتل المخزن كيلوح ليها تصويره قديمه جايه من الارشيف ديال سلمى، من يعني من الادوات ديال سلمى، من يعني من المخلفات ديال سلمى اللي كانت عندها، كيجبدوها من التصاور ديالها الشخصيه وكيجيبو كيعطيوها الجريده الالكترونيه بحال جود تي في، وكيقولوا لهم اعطيو لهذه المغاربه يقدوا بها كذبوا على هذا الشعب هذا الخانوع، راه دار لنا داك طريق ياسين فرع لنا راسنا بالهضره وراه كيف يق علينا هذا الشيء، ومع انه هذا الشيء ما غيدير والو، لان الا ما تكتفناش ورفعنا شي دعوه على برا ما غنديروا والو. زعما واش كنتكلوا حنا على المغاربه لداخل؟ المغرب لداخل، القضاء فاسد، كل شيء فاسد، لا محامين يقدروا يرفعوا القضيه لا والو، شكون اللي غادي يقدر يتكلم؟ تشوف زيان داك تخرج العينين ديالو بداك الشيء صحابك راه غادي يقدر يهضر عليها؟ هادي ما يقدرش يهضر عليها ولا يجبدها. محمد زيان اللي كتشوفوه ديما خارج في شي قضايا مع السياسيين وكذا، هذاك براسو هو كل المرقه، راه الشعب كله منباطح، ما يقدرش يتجرأ على ولي النعمه ديالو. إذا ما كانش شي قضية ترفع في أمريكان ولا في أوروبا راه ما كاين والو، لكن ما كاينش معامن. كنتظروا مني أنايا غادي نمشي ندير هاد الشيء لراسي ونبقى نخسر أنا رزقي اللي كنمشي نتعب عليه باش نبين هاد القضية باش زعما نزيدو نحاصروهم. العالم يدي في نمي أنا باش غادي نبقى اللي علينا حنا كنديروه، حتى نتوما ديروا اللي عليكم، على الاقل ساعد بارطاج، دير شي حاجه صاحبي، ما كتقدروش حتى تكليكيو، ما تخرجوش للشارع تناضلوا، ما تبارطاجيو، ما ديروا والو اصاحبي. والضفاك علاش نتوما هنايا؟ علاش كاينين في هذا العالم كاع؟ ونقولوا ما كتقدروش تخرجوا للشارع خوفا من الاعتقال، ما تقدرش تبارطاجي اصاحبي، ما تقدرش تبين صوت اللي كيتكلم على حقائق الحقيقه الفعليه اللي كاينه ديال الواقع ديال المغرب، ديال جريمة تمات، كتقدوش. علاش غيقول لي علاش؟ زعما كاع هاد الخوف فيكم اصاحبي،
كاع هاد الرهبه دايرها فيكم هاد محمد السادس وهاد المخزن ديالو، كاع هاد الرهبه نتوما مرهوبين من هاد المخزن لهاد الدرجه هادي، وليتو بحال نقول لكم الكلب راه كيعض وكينبح، الكلب بعدا كيكون خايف وكينبح، اما نتوما باش الله يرتا الشعبي لا ما والله يرقى لمستوى الكلاب بالله. الكلب الا قربتي له الكرامه ديالو راه يفرعك، والله سيفرعك، اجبن كلب في العالم يفرعك. ولكن للاسف الارواح عندنا كتمشي ماشي مشكل، الحريه ديال الناس كتمشي ماشي مشكل، المغاربه ما عندهم حتى شي مشكل في هذا الشيء. هذا حتى كتجي فيه هو تجي فيك انت عاد سير تبكي في الحباسات مع راسك، ولا سير تبكي في النار اللي يجيو يريبوا لك الدار ديالك، ولا النار اللي يحيدوا لك الموضوع، ولا النار اللي ما تلقاش الانترنت، ولا النار اللي ما تلقاش ما تاكل، سير للركنه وبدا تبكي، بقى تقول امي متي امي متي، النار اللي يشدوك ويبقاو يصرفقوا فيك في الشارع لا كرامه لا احترام لحقوق الانسان، بقى تبكي في الركنه مع راسك. لان الشعب لا يرضى بالتضامن، الشعب ما كيبغيش التضامن، الشعب ما فيه الحقد، الشعب مليء بالحقد اخي ديالي. كنعتذر على هذا الكلام هذا، ولكن اخويا انا ما غاديش ما نزوق لك الكلام، وما غاديش انا كنتكلم عن تجربتي، عن تجربتي اخي. شعب وطني، شعب وطني كيعبد واحد الانسان صنعو، كيعبد الرؤساء، كيعبد اصحاب المال، واخا تشوفهم كيقول لك حنا موحدين، ما كاين لا توحيد لا والو، هاد القضيه ديال التوحيد كلها غير رجعت. اما كما قال اريك فروم، اللي كيعرف الوطنيه كيقول لك ان الوطنيه هو واحد الشيء كنصنعوه، بحال العرب كانت عندهم الوطنيه، انه كيصنع ديك الاليه ديالو وكيبدا وثنية أو التوتامية. التوتامية جاية من توتيزم بالإنجليزية، اللي كندخلها مبقيتش عاقل على واحد اللي دخل أول مرة غيدخل هاد لو تيرم هذا، غيدخلو في الأنثروبولوجي، جابو من الميريكان، جا من عند الشعوب القديمة، الشعوب الأصيلة ديال الميريكان. توتيزم هو داك نفس الشيء ديال الوطنيه، هو داك الشيء اللي كتصنعوا القبيله، اللي كنهضروا على القبيله البدائيه، اللي كتصنعوا القبيله وكيصبح هو الرمز ديالها، وكيصبح عنده واحد العلاقه روحيه مع الناس ديال القبيله، كيولي كيسيطر هو داك التوتيم هذاك، واخا كيكون غير ولا حلوه ولا حجره ولا طير ولا فيل ولا ورعب، كيصبح هو عنده واحد طاقه روحيه على داك الحفنة ديال الناس، ولا داك الشعب، ولا ديك القبيلة. المغاربة نفس الشيء، هنا فين كيجي الدور ديال الشعوب، فين كتصنع الحكام ديالها وكتصبح هي القداسة، فين كنولي عندنا حنايا واحد الحاكم كيقول لك هما موحدين، وهما كاين لا توحيد لا والو، كيصبح حتى الناس الموحدين، يعني رجال الدين اللي هما كنقولوا عليهم موحدين وخصهم يدافعوا على التوحيد بمعنى التوحيدي، لأن التوحيد هو حركة خارجة غيبية، خارجة على الواقع، كاين الواقع وكاين التوحيد. ملي كنقولو التوحيد كنهضرو على واحد القوة مسيطرة ولكن غيبية، خارجة على هاد الواقع المرئي. خص الإنسان يتنزه على هاد الخزعبلات اللي كيمشيو كيسجدوا للحاكم. هادي مازال عندنا حنا في المغرب، الله يسر، كما كيقولوا العيال الكبار، الله يتبقى السر، الله يتبقى السر، ما عرفنا شنو درنا في القفر الارض مع هاد المغاربه. الله يتبقي السر، كي دايرين على شعب وعلى حكومات وعلى 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 حاله، كي دايره اصاحبي، باش تلقى انهم كيجمعوا الاعيان والوزراء والولاة والعمال والقاده ديال الجيش، ويجمعوهم ويجيو ويركعوا سبعه ديال الركعات في الصلاه السنويه لمحمد السادس، عاش راسي وفي كورس، عاش راسي اخي ديالي. ولكن عاش راسي، ولكن راه خصك تقول له ما تعيش اخي، خصك تواجه اخي ديالي،
الديكتاتور هذا راه خصو المواجهه، لحقاش حنا اللي صانعينه اخاي، حنا اللي صانعينه. فين ما مشى بنادم كيدي له، واش كنقول لك الوطنيه، بنادم من الدار ديالو ريبوها له وكيخرج وكيبكي كيبكي، شنو بقى لك تخسر عاد من الفوق، وكيبكي وكيقول لك وعاش الملك، واجي سيدنا شوف من حالنا وعاش الملك. واش زعما هما ما عارفينش؟ كلشي على المغرب كله عارف بان هذاك سيدهم هو اللي داير الخبيزه، وهذيك الارض هذيك عنده فيها ظنو. كلشي كيعرف هادشي، هذا المغاربه كلهم كيعرفوا هادشي، كيعرفوا ان الجبروت هاد الحاله هادي ما موراها الا 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 مسيطر، الا مستبد اللي هو محمد السادس. المهم تحياتي للجميع، كنظن غادي ننهي هذا الفيديو هذا. كنشكر كل من كان حاضر هنايا معنا، والى لقاء اخر، الى لقاء قادم قريب، ونشوفوا. اوكي يلا تهلاو.